إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فعلم الناس من جهالة وهداهم من ضلالة وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون الكرام، مع خُلُقٍ أصيلٍ لا ينفكُّ عن المسلم بحالٍ من الأحوال، إذا اتَّصَف المؤمن بالإيمان فلا بد أن يتوفَّر فيه هذا الخُلُق، وإلا كان إيمانه ناقصًا، بل هذا الخلق دليلٌ وبرهانٌ على إيمان المؤمن. مع الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في أوجه الخير في سبيل الله ومن أجل الله عز وجل، بدايةً نريد أن نؤكد على حقيقتين ثابتتين، هي أن قاعدة المال في الإسلام هذا المال هو مال الله عز وجل، وأن الإنسان مستخلف فيه ومخول في التصرف فيه وفق ما أمر الشرع الحنيف، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال الذي معك هذا هو مال الله، وأنت مستخلف ومخول بالتصرف فيه، ليس مالك، ليس لم يكن أو لم يجئ هذا المال بمهارتك أو تجارتك أو شطارتك، إنما هو مال الله من الله عز وجل به عليك وأكرمك به، وهذا من فضل الله. هناك فقير وهناك غني، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور أصحاب الأموال ذهبوا بالأجور وأخذوا الأجور كلها، معهم مال يتصدقون به ويذكرون الله ويصلون كما يصلون نصلي وما إلى ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. شاءت إرادة الله أن يكون هناك غني وأن يكون هناك فقير، لكن هذا الغنى هو من فضل الله عز وجل. والذي ينسى أو يتناسى هذه الحقيقة نذكره بمصير قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تكبر وظلم عليهم بماله وجاهه وسلطانه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ليست الكنوز نفسها ولكن المفاتيح
التي تفتح بها الخزائن لا يستطيع الرجال الأقوياء الأشداء على حملها، فما بالك بالكنوز نفسها. هذا قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا المال على علم عندي، بعلمي، بشطارتي، بمهارتي، بتجارتي. رد الله عز وجل عليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين. في النهاية، نهاية القصة، كان الخصف فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بالأمس كان هناك أناس يتمنون مثل ما عند قارون، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله، أي أعجبوا، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المال فتنة نعمة، ولكنه في نفس الوقت نقمة وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يا أيها الذين آمنوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. هذه هي الحقيقة الأولى، أن المال مال الله. الحقيقة الثانية التي نؤكد عليها أن هذا المال، الإسلام أراد أن يحدث التوازن في المجتمع. لا تكون هناك فئة غنية طاغية فاحشة في الغنى، وهناك فقر مضقح شديد الفقر في المجتمع. والإسلام كما نعلم دين الوسطية، كذلك جعلناكم أمة وسطا، فأراد الإسلام أن يحدث التوازن في المجتمع. لا يكون هناك غنى فاحش، ولا يكون هناك فقر مطقح. لذلك فرض الزكاة. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يكون هذا المال متداولا بين حفنة من الناس، هي فئة الأغنياء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه الحقيقة التي نود أن نؤكدها قبل أن نبدأ في الكلام على الإنفاق في سبيل الله. نذهب إلى دوحة القرآن الكريم وننظر إلى آيات الإنفاق والدعوة في الإنفاق إلى الإنفاق في سبيل الله في القرآن الكريم. الآيات كثيرة جدا، لكن نختصر على بعض منها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا بيع وعهد مع الله، بيعة أكدها القرآن وأكدها ووجدت في التوراة والإنجيل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم المقابل بأن لهم الجنة. ماذا عليهم أن يفعلون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه آية تحث على الإنفاق والمجاهدة بالمال والنفس في سبيل الله. الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة مع الله عز وجل، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن مجاهدة الإنسان في ماله، هذا المال يحبه الإنسان حبا شديدا، قد يهلك في سبيل الحصول عليه، وقد يهلك أو يؤذي بحياته من أجل المال. تجاهدون في سبيل الله
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجزاء يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. آية جامعة في سورة البقرة جمعت أصول الإيمان وأصول الإسلام وقواعد التعامل في المجتمع. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر هو اسم جامع لجميع خصال الخير. ليس البر ينحصر في الصلاة فقط، في التوجه لله عز وجل، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر وآتى المال، استمع، وآتى المال على حبه، أي على حبه الشديد للنفس، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الآية. كان حقيقيا أن تذيل الآية أولئك الذين صدقوا، صدقوا في إيمانهم مع الله عز وجل، صدقوا في عبادتهم مع الله، وأولئك هم المتقون. وتحبون المال حبا جما، حبا شديدا. هذه آيات تجد فيها الإنفاق، وآية عظيمة تبين ثواب الإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. إنسان يزرع حبة في الأرض، هذه الحبة تنبت سبع سنابل، وفي كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. الصدقة تتضاعف إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، والله يزيد بفضله لمن يشاء. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، دائما يقترن إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة والإنفاق، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أفضل الصدقة صدقة السر، ما تخفيها عن أعين الناس، وهذا دليل على الإخلاص الشديد لله عز وجل. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. هم يتاجرون بهذا المال مع الله، والله غني عنهم وعن أموالهم، لكنه اختبار للنفوس. من يتقي شح نفسه، من يتقي الشح الذي في داخله وحبه الشديد لهذا المال. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجرهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة، أخرج صدقة لله عز وجل فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا دليل على الإخلاص الشديد لله عز وجل، لأن الصدقة هذه عنوان للإخلاص، عنوان لذكر نعم الله عز وجل. كل شيء له زكاة، المال زكاته الإنفاق، العلم زكاته التعليم، إذا حباك الله بعلم فلا بد أن تعلم غيرك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زكاة القوة التي يهبها الله لبعض الناس أن تستثمر هذه القوة في مساعدة الناس وفي مساعدة الضعيف. وحملك للرجل العجوز ومتاعه على دابته هذا صدقة، هذا استخدام في محله. من العجيب أنك إذا تصفحت القرآن الكريم تجد أن الآيات التي تحض على الإنفاق في سبيل الله مقرونة بتذكير الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إياك
أن تلهيك الأموال أو التجارة أو الأولاد أو الزوجة عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا ليس له مكسب لا في الدنيا ولا في الدين. وأنفقوا، استمع، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني قبل أن يأتيك الموت لم يقل لك صلي وافعل كذا، قال لك أنفق. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، لحظة الموت فجأة، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. انتهى الأمر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنفقوا قبل أن يأتيكم سلطان الموت. لم يقل صلوا وافعلوا من الذكاء ومن الأعمال الخير الكثير، قال أنفقوا قبل أن يأتيكم سلطان الموت فلا يقبل عمل ولا تنفع توبة. لماذا؟ لو لم يكن أجر الصدقة عند الله عظيما ما قرنه بهذا الموقف، موقف الموت وموقف لقاء الله عز وجل. فالذي يتجهز للقاء الله، الذي يتجهز للقاء الموت، ماذا عليه؟ لابد أن يكثر من الصدقات لما يرى من ثواب الصدقة العظيم عند الله عز وجل. نأتي إلى النماذج، النماذج المنفقين في سبيل الله. أعظم مثل على في البشرية كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع أمامك قاعدة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي الكمال في كل شيء، ولا يضاهيه أحد على وجه الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة في فعل الخير والمعروف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصدق كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء بسخاء وبكرم، وما رد سائلا يوما قط. لم يأتيه سائل ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرضاه وأعطاه مما أعطاه الله عز وجل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مثل ونموذج فريد في الدعوة الإسلامية، الذي إذا وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة إيمانه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان مثالا عظيما في الإنفاق، وكان من الذين يتصفون بالتجارة. كان هناك في مجتمع مكة طائفة من التجار الأغنياء من المسلمين، منهم أبو بكر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله وغيرهم. كانوا هؤلاء فئة من التجار المعروفين الأغنياء، وكانوا ينفقون في سبيل الله عز وجل بسخاء. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بداية الدعوة الإسلامية: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق يوما فوافق ذلك مالا عندي، فأتيت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعته أمامه، وجاء أبو بكر بمال ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول أراد أن يطمئن على بيوتهم، ليس الأمر أمر دين فقط ولكنه أمر دين ودنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا هو التوازن بين الدين والدنيا. قال له: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله، يعني قسم المال نصفين، جاء بنصفه لله ونصفه لأهله، هذا إيمان. وأنت يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا هو الإيمان، إيمان مجرد، إيمان
لا يدانيه أدنى شك أنه أن ما عند الله عز وجل أوثق مما في يديه. قد يكون المال في يديه لكنه يثق بما عند الله أفضل من أكثر مما في يديه. ما الفرق بين هؤلاء وبيننا نحن؟ الفرق بيننا وبينهم أن المال كان بأيديهم، وأننا نحن المال بقلوبنا، استحوذ على قلوبنا فأنسانا كثيرا. هذا هو الفرق بيننا. لذلك كان إيمان أبي بكر لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفته. في حادثة الإفك في العام السادس من الهجرة، حادثة الإفك، وتقول كثير من المسلمين من الصحابة في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان من الذين تقولوا مصطح بن أثاثة. ومصطح بن أثاثة هذا كان خادما عند أبي بكر، وكان بينه وبينه صلة قرابة، وكان من ضمن الذين تقولوا في حق السيدة عائشة رضي الله عنها. ماذا فعل أبو بكر؟ إنسان قريبه وخادم عنده يفتري على أم المؤمنين عائشة بنته، قال والله، كان سيدنا أبو بكر ينفق عليه، قال والله لا أنفق عليه أبدا. نزل البيان القرآني يريد أن لا يحرم أبا بكر من هذا الفضل العظيم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، وفي قراءة ولا يتألى أن يكسب، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فسارع أبو بكر إلى الامتثال لأمر الله، بلى والله إني ليحب أن يغفر الله لي. ثم عاد إلى ما كان عليه من النفقة على مصطح بن أثاثة، عثمان بن عفان، وما أدراك ما عثمان، ذلك الحي الذي تستحي منه الملائكة، التقي الورع النقي. ماذا يفعل؟ يأتي في غزوة العسرة، ذات الغزوة الشديدة الأهوال، حر شديد ولا يوجد أسلحة للجيش، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضع المال في حجر النبي، يصبه صبا. ما تدرون ما الصب؟ الصب هو النزول بقوة بانهمار شديد، أنا صببنا الماء صبا، هذا هو الصب. كان يأتي بالمال مثل الماء الذي ينزل من السماء صبا. كتب الليل يصبه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صبا، حتى قال رسول الله اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. وفي رواية لا حرج على عثمان بعدما فعل اليوم، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. جهز ثلثي الجيش من ماله الخاص، ثلثي الجيش من ماله الخاص، بعير، مال، أسلحة، جمال للجيش. وفي فتوح مصر والشام أمد الجيش في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، أمد جيش المسلمين بألف بعير من عنده. تتخيلوا ألف بعير؟ احسب ثمن البعير واضربه الآن، وكم يملك ثمن هذه الألف بعير؟ هذا إنفاق في سبيل الله. يشتري بئر رومة من ذلك اليهودي، عندما أتى المسلمون إلى المدينة كان هناك بئر واحد ليهودي، وهذا البئر كان السقاء منه بمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بدلو من الجنة، يعني يعوض الله عز وجل به في الجنة. فاشتراه عثمان من اليهودي، أبى اليهودي أن يشتريه كله فاشترى نصفه، فقال له إن شئت وضعت فرسين في يوم على مائي، وإن شئت كان لك يوم وكان لي يوم. فاختار اليهودي أن يكون له يوم وله يوم، فكان المسلمون يستقون من هذا البئر ما يكفيهم اليومين، حتى لا يستقي أحد في يوم ذلك اليهودي،
حتى قال له أنك ضرتني، يعني أصابني الضرر منك، فاشترى ما تبقى من البئر وجعلها للمسلمين. هذا إيمان في سبيل الله، هذا إيمان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. برهان أي دليل على إيمان صاحبها. أيها المسلمون الكرام، إن باب الإنفاق في سبيل الله عظيم، لا يتسع المقام لخطبة أو خطبتين أو ثلاثة أو خمسة، لا يتسع المجال، لأن ثوابه وما ترتب على هذه الصدقة وثمراتها عظيم جدا. لكن ندرك ونفتح الأبواب لأنفسنا لعل أن يدركنا الخير بموفور الصدقة. أخي المسلم، تصدق في أي باب من أبواب الخير، لا تدع بابا للخير إلا وتنفق فيه. فقير، محتاج، مسكين، أرملة، ابن سبيل، بناء بيت لله عز وجل، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. مفحص قطاه هي بيت العصفور الصغير، تنظرون أحيانا للعصفور يبني له عشا. من بنى لله بيتا مثل هذا البيت، مفحص القطاع عصفور، هذا بيت العصفور، بنى الله له بيتا في الجنة. ساهم في أي وجه من وجوه الخير، ازرع شجرة في البيت، في الشارع، تجمل بها البيئة للناس، كف الأذى عن الناس، هذا صدقة. لا تدع مجالا للخير إلا وتساهم فيه. اشتري مصحفا وضعه في بيت الله عز وجل. هذا المصباح الذي في المسجد، إذا ساهمت فيه يقول لك بأجر كل من يقرأ في هذا المسجد تحت هذا المصباح حسنات. هذه أفعال كثيرة، حسنات كثيرة، لا نحرم أنفسنا من ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني الإنسان لا يحسد أخوه المسلم إلا على اثنتين، والحسد هنا بمعنى الغبطة، أن يتمنى ما عنده دون زوال النعمة عن أخيه المسلم. رجل آتاه الله الحكمة أو القرآن أو العلم فهو يقضي به ويعلمه، هذا يحسد على علمه وقرآنه. ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، انظر التعبير النبوي الشريف العالي في البلاغة، فسلط على نفقته في الحق، يعني تسلط على هذا المال بإنفاقه في كل وجوه الخير. حاتم الطائي كان رجلا معروفا بالكرم، وكان ينفق على أقربائه وذوي رحمه، وكانت امرأته تلومه على ذلك المال كعادة بعض النساء أو كثير من النساء، عندما تجد زوجها ينفق على أهله وعلى أقاربه ورحمه تقول له: عندنا أولاد ونريد أن نوفر لهم شيئا في المستقبل، نحن أولى بهذا المال. انظر إلى حاتم الطائي ماذا يرد على زوجته، يقول لها: لا تعدليني على مال وصلت به رحمة. لا تعدليني، أي لا تلوميني على مال وصلت به رحمة، وخير سبيل المال ما وصل. أفضل طريق لإنفاق المال هو ما تصل به رحمك وما تنفقه على أهلك وأقاربك وذوي رحمك. وخير سبيل المال ما وصل، إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثنايا ويحوي الوارث الإبل. البخيل عندما يموت كل الناس تذم فيه، يقولون حرم نفسه وتمتع به غيره. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثنايا ويحوي الوارث الإبل. هذا مجال للإنفاق في سبيل الله. وأعظم الصدقات ما تنفقه على أهل بيتك، حتى ما تضعه في فم امرأتك يكون لك بها عند الله عز وجل صدقة. يأتي جانب مهم في الإنفاق في عصرنا هذا، والإنفاق على المسلمين عامة في شتى بقاع الأرض، خصوصا الضعفاء والمنكوبين. وانظروا إلى ما حدث في هذا الزلزال في تركيا وسوريا، كم تضرر المسلمون في هذا. إن المسلمون في شتى بقاع الأرض أمة واحدة، تربطهم رابطة الإيمان والدين والأخوة،
وإن التخلي عن المسلمين المستضعفين ونصرتهم بالمال وغيره لذنب عظيم يعاقب الله عليه. نحن لا نملك أن نجاهد أو ما إلى ذلك، آخر ما نملكه هو المال، أن نبعث إليهم بالأموال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: من جهز غازيا فقد غزا. الإنسان الذي لا يستطيع أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، إذا جهز غازيا في سبيل الله فكأنما غزا. ومن أخلف غازيا في أهله فقد غزا. إذا أنفقت على أهل الغازي والمجاهد في سبيل الله فكأنك غزيت في سبيل الله أو غزوت في سبيل الله. لا، نحن لا نملك إلا المال. الأديب، أديب العربية الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمة الله عليه، ما قبل 1937، أي منذ في القرن الماضي، منذ ما يقرب من قرن كامل، كتب مقالا في كتابه وحي القلم. قال: ماذا، ماذا لو، وهو يتكلم عن محنة فلسطين وتقصير المسلمين في حق فلسطين، يقول: لو صام المسلمون كلهم أو العالم الإسلامي يوما واحدا في سبيل الله وتبرع بنفقات هذا اليوم لفلسطين لأغنته. نفقات هذا اليوم وحده يغنيه. لو صام العالم الإسلامي يوما واحدا في سبيل الله لجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مفاخرا الأنبياء ومباهيا لهم: هذه أمتي. لو صام المسلمون يوما واحدا في سبيل الله من أجل المسلمين المستضعفين في كل مكان ومن أجل فلسطين لقال اليهود ما قالهم آباؤهم من قبل: إن فيها قوما جبارين. هذا معنى يتحول فيه المال إلى شيء سماوي. كل مال مهما كان قليلا، كل قرش، كل شلن، كل دينار، كل درهم ينفق في سبيل الله على هؤلاء المستضعفين في شتى بقاع الأرض يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب، أنا إيمان فلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد: أيها الناس، اعلموا أن السامع المطيع لله لا حجة عليه، وأن السامع العاصي لله لا حجة له. والله الذي لا إله إلا هو لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون عما كنتم تعملون، إما بالإحسان إحسانا وإما بالسوء سوءا. والله الذي لا إله إلا هو ما بعد الموت بالمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. فاللهم إنا نسألك باسمك الأعظم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها يا رب العالمين. إلهي، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.